التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. يعني بعد تبادل الحكومه الشرعيه وميليشيا الحوثي قوائم الاسرى في اجتماع عمان، هل تعتقد بان المشهد في اليمن سيتغير؟ لا اعتقد ان هناك تغيير جوهري بالمشهد، لان حتى تبادل الاسرى هو مجرد تبادل شكلي، لان المشكلة في معقدة ومركبة، وهناك ما يسمى فجوة في بين الطرفين، حيث أن الحوثيين يريدون حل شامل وليس حل جزئي، السلطة الشرعية مع حل جزئي للحديدة، وبالتالي تصبح المعارك مفتوحة في بقية الجغرافيا اليمنية. هناك خلاف كبير، التصريحات بأن تم التوصل إلى القوائم هذه التصريحات سوف تنتهي مع انتهاء المؤتمر، لأن هناك ما يقارب 16,000 بين أسير ومختطف، وبالتالي هناك شكوك بالقوائم، وهناك أيضا أسماء لن يتم الإفصاح عنها وهي مخفية، وهناك أيضا الحوثيين يعتقدون أن هناك جماعة لدى الإمارات لم يتم الإفصاح عنها ولن تسمح الإمارات تسليمها. نحن أمام ماراثون من المفاوضات العبثية لن ينتهي ولن ينتقل إلى مرحلة لاحقة، لأن الحوثيين حققوا الهدف بحيث أنهم أصبحوا الآن هناك حديث بمفردات وأدبيات الأمم المتحدة، السلطة الشرعية والحوثيين، أي أن هنالك طرفين في حقل الصراع اليمني، وهذا حقق اعترافا دوليا بالحوثيين كطرف أو سلطة واقعية في صنعاء والمناطق المهيمنة عليها. هناك ايضا محاولات لافشال مبعوث يعني طريق المراقبه في الحديده واطلاق النار عليه على موكبه، وهذه ليست اول مره يتم الاطلاق. هناك تم قبل عامين تقريبا اطلاق النار على ممثل الامم المتحده للشؤون الانسانيه، وتم اطلاق النار على موكب ولد الشيخ، نعم. واخيرا تم يعني اطلاق بالحديث عن اطلاق النار على موكب ولد الشيخ، يعني هل تعتقد بان التوافق الذي تم في عمان او عمليه تبادل قوائم الاسرى وهذه الورقه التي يتحكم بها الطرفين، يعني من المعروف ان المفاوضات هي عباره عن اوراق موجوده، هذه الورقه التي وضعت اليوم على الطاوله عمليه تبادل قوائم الاسرى، هل هي محاوله لتهدئه جريمه التعدي على الموظفين الامميين؟ اولا تبادل القوائم هو ياتي في اطار بناء الثقه، وما زالت الجماعة الطرفين لم يترجمان التصريحات المتفائلة إلى واقع. سيتم تبادل قوائم الأسرى وسيشكك كل فريق بالقوائم المقدمة له، وسنلتقي في لقاءات أخرى للحوار حول هذا التشكيك. إذن هذه الخطوة التي جرت، يعني إلى أي مدى من الممكن أن تحول من مشاكل الحديدة؟ لا اعتقد ان مشكله الحديده مرتبطه بالاسرى، هناك يعني فصل كامل، ينبغي الفصل في الحديده، هناك يعني الامم المتحده عادت الملف اليها وتريد يعني اعمال الامم المتحده في الجغرافيا اليمنيه وسحب الملف تدريجيا من دول التحالف العربي، هذا مختلف. الحوثيين لا يريدوا هذا الحل الجزئي، بالتالي هم يريدون انتقال مباشر الى حكومه وحده وطنيه بمعنى انهاء شرعيه السلطه الشرعيه، وهذا تعرفه السلطه، وبالتالي نحن امام فجوه كبيره. ما يحدث في الاردن هو مجرد يعني حوار حول اجراءات بناء الثقه، لن يتم ولن يتم تبادل الاسرى، وسيشكك كل فريق بالاخر. لابد الحوثيين سيستمرون باطلاق النار، سيستمرون بالحوارات المفتوحه، لانهم يريدون وضع المجتمع الدولي امام ضرورة إجراء حل شامل، ولذلك اطلعت تصريح غريفيتس يقول وغازلهم بالحديث أنه سينبغي مناقشة المسائل السياسية، هم يريدون الانتقال إلى السياسي ثم الأسرى تأتي من بعد، بينما الأمم المتحدة والحكومة تريد الأسرى وميناء الحديدة والسياسي يأتي من بعد، وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين الاثنين، ولا أعتقد أننا على المستوى القريب والمتوسط سيتم أي انفراج مسألة التسوية في اليمن. الأستاذ عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.